حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، فهل المقصود إذا قتل الهر؟ نهى عن شرائه كما نهى عن شراء الكلب. نعم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد. الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويخرجها، فهل يا ترى يشارك الكلب في الاستثناء؟ أنا لا أستحضر الآن، هل أنت مستحضر أن الحديث صحيح؟ نهى عن ثمن الهر؟ نعم، وجاء السنور أيضا. كيف؟ وجاء معليش، لكن تعرف أنه صحيح؟ نعم، تعال شوفني صحيح الجامع وضعيف الجامع. فإذا صح في أبي داود يا شيخ، نعم، ما يكون صحيحا لمجرد كونه في أبي داود. لا أنت صححته، عفوا، هذا المقصود. نعم فهنا يتبين. المهم إذا صح الحديث فالمقصود النهي عن بيعه وعن شرائه.